بكم ومواكبة لما يجري الساحة الوطنية، فقناة الدهاش بكل حيادية ستعطيكم النتائج الكاملة والمستخلصة من ديربي العرائد، يعني ديربي الفايد. فبالطبع فهذا الديربي خلف عدة هجمات عشواء وشعواء، لكون اعتذر يجب هناك الصوت الذي يتردد اعتذر. فالقناة بطبعها العصامي فلا بد، فهي لا تثير قلاقل طبعا، فمنهجيتها منهجية حياد قبل كل شيء، ومنهجية تتوخى من خلالها ليست ما هي رسائل للتفرقة، بل رسائل للتوعية وللتضامن. فأولا من خلال كل الهجمات العشواء والشعواء، إذا قلنا الشعواء يعني التي تؤلم باللغة، فقناتنا قناة عصامية قبل كل شيء، ولكن لها مبدأ الحياد، فنحن لا نروج لأيديولوجيا معينة، ولكن إذا قمنا بالتنشيط فنقوم بمسؤولية. قبل أن نواجه الكاميرا فالآن أنا أبت على الهواء مباشرة وألاحظ كل من يتابع، لا ألاحظ بل حسب النت أرى من يتابع ربما 5 6 7، يعني أنا الآن مباشرة بدون أن أعد وبدون أن أسجل كما تقوم بعض القنوات الاحترافية، فأنا بتكوين عصامي لا أمثل سوى نفسي كمنشط وكقناة. فإذا تطرقنا للتمثيلية فأنا أمثل شخصي بدون أيديولوجيا أو خلفية مفتعلة. سأمرر من أكون. بالفعل هناك دي بوان أبديلالي عبد دي، فليس دكتور، لا يا أخي، تكوين العصامي ليس دكتور. فبدي هي بكل بساطة شو عبد علي اسمي، مدير تقني أنيماتور كان دي عش، يعني أجمع كل هذا في شخص واحد. إذن ليست خلفي إيديولوجيا، ولا أريد أن أسوق لأي إيديولوجيا كيفما كانت، هذا من جهة، ولكن لا بد لي. فإن كنا نعطي آراء فلا بد أن نعطيها بتنوير، فإذن سندلي بتنوينا في الموضوع. فإن قلنا هجمات عشواء، نعم تعرضت لها كشخص فيها كل أنواع القصف من كل الأجناس، سواء عن طريق الكومنتارات، فهنيئا بالطبع، هنيئا لأصحاب المليونيات ونعرفهم. فهذا اللفظ ظهر في عهد رابعة، وإذا قلنا رابعا نعرف من دعا في عهد، ويا دعوة التكتل بعد أن تكسرت بعض قنوات التواصل بينهم للطاقة. فما الغاية من إثارة هذه الغوغاء؟
فايدة هو تكتب بالطبع باسم محكم لها مهندسون كفر فطوبى لهم. وثيق الصراع أطراف عدة ببراءة واستهدف عديدون ولم يسلموا منها. فكلما خبا او كاد الوطيس الا وزيد بعنصر الاذكاء وبذكاء نعم بذكاء مما يثبت ان روح الزمن للملعب كانت اطوارها وعشناها تحت كم هائل من المعلومات المبرره والمناوشات والتشويق وكأننا أشرس ديربي عشناه فطوبة نعم طوبة 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 طوبة. وبكل روح رياضية ستعلن قناة على نتيجة مقابلة المصارعة الرقمية التي عشنا أطوارها وكانت ذات نقع ذات واقع ذات فقاعات ومقاصف من كل حد وصوب فطوبة. لم تسلم منه أي جهة أبدت رأيها ولو بحياد فطوبة. حتى بريد الإلكتروني حتى الماسنجر فطوبة لمن تعددت أجناسهم. فهناك يوسف متشفي وهناك ماذا أقول أسماء نسوية هاجمتني أسماء نسوية بأسلوب ذكوري وكأنني أطرت الدباب أو أطرت فالنحل يدافع عن الملكة التي تقطعه وتحثها العطاك. نعم في التمثيلية أنا أمثل شخصيا لا أمثل جهة أمثل عصامي استطاع أن يكون قناة بأسلوب راقي لا يمرر أي خطاب للتفرقة بل للتضامن. منذ أن بدأت القناة ومنذ أزمة كورونا فقد حذرت من يمشي الناس في المطار لأن الجو ملوات وأن الكورونا تنتقل عبر الهواء وبالطبع غير ملوات إن كانت كورونا تنتقل عبر الهواء. وسخر مني الكثير في عليها ربما في أول الحجر وبالطبع ناقش مسألة المعقمات ومن باب الإيكولوجي لا أقول نباهة فهناك النباهة ولكن من باب قرع الأجراس. فحينما نقرع أجراسا فلسنا ممولين من جهة ومن يمولني فليعلنها علانية وسأمرر كما أقول دائما على المباشر بكل حياد. فنحن نؤمن بالاختلاف ولكن حينما تطار قضايا وتقوم الدنيا ولا تقعد لها فبالطبع سنبدأ هنا نعم فلتسقط عني يافطة ثقافة أو أي يافطة أخرى لأنني أبدائي كشخص واعي كمن يريد أن يدير وليس كمن يريد أن يظلم. فالتمثيلية من يمثلني يمثلني كل ما نص عليه الدستور المغربي تمثلني كل قدسيات الوطن ورموزه ولشخص خاص. فأولا فلنناقش الدكتور فايد ونحن نرى فيديوهاته عن النت نصفها علم والنصف الآخر إيديولوجيا. وإذا قلنا الإيديولوجيا فنحن لسنا ضد الدين فالدين تضيع قبل كل شيء في المجتمع المغربي. فمن يريد أن يكفر كل مجتمع فهو تكفير
خير طبع الحال، لأن التربية فالطفل إذا كان الحديث يقول يولد الإنسان على الفطرة، فأباه يهودان أو ينصران أو يوجسان. فإذن في التربية إذا درت الولد الدركي هنا ديال الإدراك، فأي إيديولوجيا أخرى ما غاديش يستقر عليه، ما غاديش تخترقو. وحنا اليوم كنشوفو أن مهندسين ودكاترة يمرر لهم النصف علم والنصف إيديولوجيا. الأب كيصيفط ولدو باش يخرج له مهندس، وكيخرج فقيه في الخر نص أربع مهندس وطواكا فقيه. فأين العلم؟ من هذا دائما الإيديولوجيا وهي دعوة التكتل. وكنعرفوا أن في هذا الرابع، بما أن قنوات تواصل بين بعض الناس، فبالطبع وغادي نخليكم بواحد الطريقة كاريكاتورية بالطبع، فسنعطي الملخص ديال هاد مبارز الديربي ديال الفيد. فلنتساءل فيد كدكتور، نعم العلم، ويعني حينما نقول حين إنسان يلقي العلم فعليه أمانة يلقي العلم أثناء مزاولة عمله، يعني أن نعطي العلم 100%. ونحن نلاحظ الآن أن حتى بعض الروض، يعني طفل لا زال صغيرا، وهناك الأوديولوج التي يعبأ بها منذ صغره، هو غسل الدماغ. أقولها لبعض الطلبة الذين يشربون كل ما يعطى لهم أثناء المحاضرات، بالطبع إذا كان هناك خطأ نبهلو بطريقة مزيانة النصيحة عن طريق العلم، عن طريق الدين، إذا كان يعني الغاية منه هي تقويم الشخصية وتقويم النصيحة وقوة العزيمة. ما إذا كانت سوى الظلامية فلا، هناك العلم سيصبح مسموم. ودو مردودية متردية، ونخليكم طبعا مع النتيجة ديال هذا الديربي. أعتذر. إذا ولكن النتيجة بطبيعة الحال وستعلق عليها مبعوثتنا من الخبيرة في علم الإيديولوجيا التسويقية، فأتمنى أن تسمعوا ما تقول. فلحد الساعة بالطبع هي النتائج الشبه الماء، وبطبيعة الحال فنتيجة المقابلة ملغاة. لماذا؟ خبيرتنا، اهلا بك. Beaucoup de gens se cachent sous de multiples fausses identités pour amplifier les résultats. تقول خبيرتنا ان هناك عده اشخاص يتخفون خلف يعني دي فوس ايدنتيتي، يعني هكذا ليدخموا النتائج. فطوبى، فهكذا هي الديمقراطية، هي العدد وليس ما يسوق خلف العدد. بالطبع لنتساءل، إذا كان دكتورنا دكتور الفيد بالطبع الحال منه فنحن نحترمه، فهل فعلا يقوم بدوره كمدرس داخل القسم، أم أنه يهدر وقت التلاميذ بالنصف علم والنصف إيديولوجيا؟ ندق أجراس الخطأ، ندق الأجراس
فإلى أي غاية نحن سائرون؟ ونعلم أن ماتت يعني خلف بعض الأزمات، ونعلم قد يكون المستهدف والخصم في نفس الوقت نفس الشخص، فهي إيديولوجيا سقط في فخها. ونعلم منذ رابعة، منذ 20 فبراير، استغلت عدة عفويات لنسقط جميعا. فدعوة لكي نضئ، دعوة لكي نفكر دائما في الآخر. فماذا فعلوا بعضهم؟ ونعلم أن عدة تلاميذ محرومون من متابعة الدروس. أقولها للجمعيات، ماذا فعلتم ليصل الدرس إلى كل الأطفال؟ وإذا قلنا ليصل الدرس لكل الأطفال، ونعلم أن هناك نسبة فقيرة من الفقراء، نسبة كثيرة من الفقراء، وتتمحور في عدة تجمعات سكنية، وكان بالأحرام بعض الأساتذة، هذه فكرة دائما نعطي أفكارنا بكل جرأة، فتكويننا عصامي، ولكن نؤازر الأسرة يعني التربوية بكل مختلف شرائحها. كان الأحرى بكم يا سادتي الأساتذة أن تذهبوا للأحياء الشعبية، وبالطبع فهناك عديد من الجمعيات لها بروجيكتورات، لها أبواق، وتقومون بإعطاء الدروس بهذه الطريقة، وقد تكون أجدى من النت، لأن من له النت؟ ما هي نسبة الناس الذين يملكون الآن التبعية؟ نعم، وبالطبع منذ البداية قلت بأن يحرر كل مواطنون النت، يحيدوا الكود بين باش يستطع الفقراء واللي ما عندهمش إمكانية يتبعوا الدروس. هذه قلتها، ولكن لا تسوق هذه الأفكار، لأن أنطلق من بدء العصامية وليس خلفي أو مالي أي شخص، فأنا أمثل نفسي وأعطي أفكاري بكل حرية، لأني وواعي بمسؤوليتي، فليس هناك أحد معصوم من الخطأ بالطبع. فقوتي أني لا أهاجم أي أحد، لا أقدح بأي أحد، وهناك من يهاجمني، وأنا لا أبحث عن البوز، ولكن أحاول أن أوصل فكرتي كبشر، كإنسان، كإيكولوجي. فأنا بالطبع لا أستعمل الأدوية كثيرا، أحاول قدر المستطاع أن أتجنب الأدوية، ولكن لست نباتي، نعم، أكل باتزان وعقل، لست شائه ولست لح، فالاعتدال يا أخي. فادعو المثقفين ماشي لا يرد بنا اليوم كثرة الشهر الغفران، فإذا كان شهر رمضان هو شهر معبر عن التضامن، فنتضامن مع كل التلاميذ المحرومين، ودعوة الأساتذة والأطر التربوية باش تعطي دروس بالبروجيكتور في الأحياء الشعبية. فكما قلت، أنا لست دكتور، أنا ليس لي دبلوم، ولكن لحس إنساني، لا أسوق لإيديولوجيا، ليس خلفي أي أحد، فلوحدي أؤمن بقدراتي، ليس من باب النرجسية ولكن من باب الكفاءة. فتحية لكل النجباء، فتحية لكل الإنسانيين،
يعني في خطابنا للجميع خطاب مفتوح، نؤمن بالاختلاف، لا نحرج، فالمسؤولية ونعرف ما نتفوه به في هذه اللحظات الحرجة التي تقام الدنيا وتقعد فيها وتمر الخطابات، فالتضامن فكر في الآخر، وبالخصوص في الشهر الغفران فكر أشنو غادي يأكل، أشنو غادي يتلقى كمعلومة، كي غادي يكون التأثير النفسي ديالو. ما عندناش ثقافة في علوم البسيكولوجي، ولكن كإنسان كبشر نفكر في الآخر. يعني كل الصراعات شنو الهدف ديال منها؟ أي صورة نحاول أن نصوت لنا كبشر سواء مثقفين أو في الإنسان يستوي، سواء مثقف أو إنسان عادي أو إذا كان له حس تضامن وحس حب للآخر وحب الخير للآخر، فبالطبع فلنتفادى الصراعات الفارغة. ماذا أفادت وماذا لم تفد؟ دعوة للاجتهاد الشخصي، دعوة للبحث عن الذات، ليس من خلال التكتل، ولكن كإعطاء واحد النموذج حتى للأطفال. ماذا تمر لطفلك؟ عليك أن تضع هنا التمييز، هنا الدراكي، وليس حتى أن يصطدم بالواقع. نعم، شنو كدوز رمزية؟ المثال شنو هو؟ وهذا هو الأهم، لأنك إلا أعطيتي واحد المثال حي غادي يمشي به العين، أما إلا أعطيتيه مثال مشبوه، مثال غادي يخرج له على حتى على النفسية ديالو مستقبلا. نعم، إلا قلنا النفسية فالإنسان، الإنسان كيبقى ضعيف، حتى الطبيب النفسي قد يكون مريض نفسيا، لأنه كبشر، والبشر ما معصوبش. نعم، ما معصوبش، علينا أن نقوي ذاتنا، نقوي مجتمعاتنا، ليس بأساليب إيديولوجيا، ولكن بالإنسانية، لأن الإنسانية تبقى حتى حاجة تحية. فطوبى للذين فازوا في العرائض، ومرحبا بكل نقد. فكقناة عصامية نتعلم من أخطائنا، ولكن لا نخطئ في الحق الآخر. أعود وأقول كقناة عصامية قد نخطئ، ولكن لا نخطئ في حق الآخر. وشكرا لمونيو آزر.